السؤال اللي هنسأله النهاردة وحضراتكم كمان هتسألوه، خصوصا المواطن المصري البسيط اللي عايز يعرف بريكس ده ممكن يبقى ايه، او ايه الخطوات اللي قطعتها مصر علشان تدخل في هذا التكتل الاقتصادي او هذه المجموعة الاقتصادية. ايه الاهداف من وراء العضوية الدائمة في مجموعة بريكس اللي بينضم أيضا معها دول مثل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، وأيضا الدول اللي انضمت. والمجموعة دي بتشكل اقتصاد تلك الدول أكثر من 25% من الاقتصاد العالمي. الحقيقة الخريطة الاقتصادية تتغير، ووضع مصر وماذا سيقدم هذا التكتل الاقتصادي وانضمام مصر ليه، خلينا نعرف مزيد من المعلومات وخلينا نجاوب على حضراتكم بأشياء بسيطة. دكتور محمد شادي الخبير والمحلل الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، والسلام المشاهدين، مساء الخير لحضرتك. دكتور محمد، عايزة أعرف ما هي الخطوات اللي أخذتها مصر للانضمام لبريكس؟ طيب شفتي حضرتك الثلاث سنين اللي فاتوا كلهم الشغل الاقتصادي اللي حصل فيهم، إعادة تأهيل الاقتصاد المصري وإعادة بنائه، إعادة تأهيل البنية التحتية المصرية بكاملها، اعاده صياغه شكل نظام المصرف المصري، اعاده صياغه الموازنه العامه المصريه، هي المعاناه اللي بيعملها المصريين الثلاث سنين اللي فاتوا، هي الخطوات الاساسيه اللي وصلتنا النهارده ان احنا نبقى على راس القايمه اللي اتقبلت. انا عاوز اقول لحضرتك انه البريكس كان عندهم اكثر من 40 دوله مقترحين مقدمين علشان العضويه. البريكس كان بيختاروا الدول اللي اولا تفيد التحالف، وبالتالي اختاروا ما بين ال 40 دوله كلهم ست دول، كل دوله من الدول اللي دخلت التحالف مفيده للغايه للبريكس، والبريكس يعني عارف حضرتك بقول عليهم سيلكتيف، انتقائيين للغايه، لان التحالف ده بيعول عليه في انه يعيد تشكيل المشهد العالمي زي ما حضرتك قلت. طيب كل اللي حصل خلال الثمان سنين اللي فاتوا هو اللي وقفنا النهارده على رجلينا، واحنا بنتقبل واحنا بنقدم طلبنا وبيتقبل وبتوجه لنا الدعوه ان نتقبل. كل اللي حصل خلال حضرتك بقى كله، المعاناه بتاعت الثمان سنين اللي فاتوا كلهم، التكلفه اللي دفعها المصريين هي اللي موقفانا النهارده كده. طيب خلينا نبسط الامور لمشاهدنا المصري والمواطن. انا عايزه المواطن كمان يستقبل معنا هذا الخبر ويعرف تفاصيله. خلينا نسال حضرتك هذه الاسئله، يعني اذا مصر انضمت لتكتل اقتصادي كبير ومعها اكثر من دوله، السؤال اللي انا هساله انا كمواطنه هستفيد ايه؟ طيب ببساطه جدا، احنا كمواطنين عاوزين نشتغل، عشان نشتغل عاوزين ننتج، الانتاج بتاعنا دوت، يعني احنا الشغل بتاعنا ده بيبقى عباره عن انتاج، الانتاج بتاعنا ده يا اما بنبيعه في السوق المحلي يا اما نصدره. ده اول حاجه البريكس هتفيدنا، البريكس هتفتح لنا اسواق اكتر من 40% من الاستهلاك العالمي عند الاسواق دي، عند الخمس دول الموجودين ومعاهم الخمس دول الجداد بالاضافه لينا. تمام. والاسواق دي مفتوحه بشكل مخفض للغايه، لانه الدول دي الخمسه الجداد يعني عندهم اتفاقيه ما بينهم، اتفاقيه تبادل تجاري حر بتتيح للدول الاعضاء معامله تفضيليه عند دخول منتجاتها الاسواق بتاعت الدول الثانيه. اكثر من 90% من المنتجات اللي موجوده في العالم كلها اللي بتبيع دول العالم كلها يمكن دخولها الاسواق البريكس بخاص من غير تعريفات جمركيه خالص. يعني زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع مثلا في الصين، زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع في السعوديه، زي ما بينتج في مصر زي ما بيتباع في الارجنتين. ده بيعمل ايه؟ ده يدي المنتج بتاعي انا فرصه كبيره جدا ان هو ينافس، لان سعره ارخص من اسعار المنتجات الثانيه، بالتالي تمام فرصه اكبر للتصدير بشكل كبير جدا. ومن هنا كل ما انا صدرت اكتر، كل ما العمله الصعبه بقت اكتر، كل ما الضغط على الدولار قل، كل ما خلقنا فرص اكتر، ودي استفاده اولى مباشره للمواطن بشكل كبير جدا. يعني طيب اسمح لي هنا، انا عايزه هنا عند مسألة الدولار وأسأل حضرتك الموضوع ده، يعني الناس كلها بتسأل هل أنا في هذا التكتل الجديد ودخول مصر لهذا التكتل زي ما حضرتك شرحت هيكون في فرصة للتبادل التجاري، وأيضا فرصة أن مصر كمان مش بس تستورد لكن كمان تستعيد دورها وأنها كمان تصدر، ويبقى في نشاط خاص بالصناعات المصرية أن يبقى عندها أسواق تقدر أن هي تصدر حاجات كتير. السؤال هنا، هل أنا لما هدخل في هذا التكتل هيقلل استخدامي للدولار؟ طيب هو بداية انا بس يعني انا اسف الاجابه مش هتكون مباشره، انا بس هشرح حاجتين الاول. اتفضل. هو الاول خالص، هل الدول دي عندها عمله موحده؟ لا. هل الدول دي على وشك ان هي تطلق عمله موحده؟ لا. الدول دي بتدرس امكانيه اطلاق عمله موحده، وده معناه ان احنا في مرحله مبكره للغايه من موضوع العمله الموحده ده اول حاجه.
تمام. حاجة ثانية، هل الدول دي عندها اتفاقيات تبادل تجاري بالعملة بتاعتها المحلية؟ أيوة. هل مصر كان عندها اتفاقية شبه دي مع حد فيهم؟ عندنا اتفاقيتين، واحدة مع الصين وواحدة مع روسيا بالتبادل التجاري بيننا وبينهم بالعملة المحلية. طيب خليني انا حضرتك هسيب حضرتك تكمل. يبقى هنا حضرتك بتاكد لي اني انا كمصر انا هقدر اتعامل مع الصين ومع روسيا بالجنيه المصري، مظبوط؟ حتى الان انا بقول حضرتك حتى الان بيننا وبينهم انا حتى الان تمام. حتى الان احنا عندنا اتفاقيتين مع روسيا ومع الصين بتتيح لنا ده، لكن تمام. الاتفاقيات مش مفعله. ليه مش مفعله؟ لانه حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين روسيا وما بيننا وما بين الصين في يعني 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 اختلال كبير. احنا بنستورد من الصين اكتر ما بنصدر لها، وبنستورد من روسيا اكتر ما بنصدر لها. وهنا تمام. بقى يجي دور البريكس. البريكس بتقول ايه بقى؟ انه لاحقا وقت لاحق يعني الدول دي هتشجع التعامل بالعملات المحليه ما بينها حتى لو كان العجز ده موجود. تمام. ده حصل دلوقتي مثلا ما بين روسيا والهند. الهنود بيستوردوا كميات ضخمه جدا من البترول من الروس، ومع ذلك بيستخدموا في جزء كبير جدا من التعامل ما بينهم الروبيه والروبي. طيب سؤال تاني، طبعا سؤال تاني برضو يعني انا بحاول اضع اسئله كتيره ممكن تكون على السنه الناس. سؤال تاني مثلا، احنا معانا السعوديه في هذا التكتل، هل انا هقدر اتبادل مع السعوديه بالجنيه المصري؟ ايوه هقدر، بمجرد لما يدخل في البترول. طبعا احنا بنتكلم في البترول. ايوه مش احنا اصلا المملكه العربيه السعوديه مش هي اكبر دوله مصدره لنا للبترول. طبعا المملكه العربيه السعوديه واحده من الدول لكن مش اكبره. طبعا احنا بنستورد من العراق اكتر، لكن انا بضرب مثال، يعني انا بضرب مثال لان السعوديه موجوده في هذا التكتل. ايوه كل منتجات المملكه العربيه السعوديه ما بيننا وهم والمنتجات بتاعتنا اللي بتروح لهم هنقدر نتعامل فيها بالعملات المحليه سواء بالجنيه او بالريال لاحقا، في وقت لاحق لما المملكه العربيه السعوديه تدخل مصر تدخل ويوقعوا على الاتفاقيات اللي بتخلي بتشجع التعاون بالعملات المحليه. وخدي بال حضرتك، المملكه العربيه السعوديه ليست الشريك الاكبر لينا، اللي يهمنا في الموضوع اكتر على الاطلاق هم الثلاث دول الموجودين دلوقتي الكبار اللي موجودين في البريك. مين هم؟ اول حاجه الصين، روسيا، الصين، روسيا، البرازيل، ولاحقا بقى بعدهم تيجي الهند، لان احنا بنوسع دلوقتي شراكاتنا معاها. اكيد الاربع دول دول لو احنا شغلنا معاهم والتعاون بالعملات المحليه هيفرق للغايه في شكل الدولار في مصر ووضع الدولار في مصر. انا بس عاوز اقول لحضرتك ملاحظه سريعه، حضرتك هتلاقي هنا البنك المركزي المصري استعد للخطوه دي من قبل لما حتى العضويه تتقبل، لان احنا كنا يعني بشكل شبه متاكدين انها تتقبل. البنك المركزي المصري من حوالي اسبوع كده اطلق يعني 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 اعلان انه بصدد صياغه البنك، يعني بصدد صياغه نظام جديد لتقييم العمله المصريه بعيدا عن الدولار. يبقى شويه عملات داخله مع الدولار، هيبقى منهم بقى الروبل، وهيبقى منهم اليوان، وهيبقى منهم الروبيه، وهيبقى منهم عملات الدول الاخرى زي اليابان واليورو. ده كلام كله ايجابي ومليان امل ب يعني انتعاش اقتصادي. السؤال اللي انا هساله لحضرتك، انا كمصر بالمجرى الملاحي بتاعي قناه السويس، بوضعي في افريقيا كبوابه لافريقيا، هذا الوضع كيف ستستفيد منه ايضا باقي الدول اللي موجوده اللي هتستخدم مصر لنقل ايضا يعني كل التعاملات التجاريه عبر البوابه المصريه؟ هو يعني زي ما حضرتك قلتي حرفيا دلوقتي كده، مصر جايه البريكس عشان حاجتين. اول حاجه الموقع الاستراتيجي بتاعها، تمام، وعدد السكان. انا عاوز اقول لحضرتك بس انه برامج البنيه التحتيه اللي اتعملت خلت مصر حرفيا، والمره دي والله احنا انا مش بكلم حضرتك دلوقتي كلام يعني نظري او كلام انشائي، بوابه افريقيا والكلام ده مش بس كده، بالعكس كمان احنا عندنا يعني بالاضافه لافريقيا احنا دلوقتي هنبقى بوابه السوق الاوروبي، لانه العالم دلوقتي زي ما حضرتك شايفه المشاكل اللي فيه عماله تكتر، وبيتحول من نظام احنا سمعناه قديم يعني طول الفتره كان اسمه الاوف شورينج. الاوف شورينج ده اللي هو ايه؟ انا مثلا في امريكا بصنع المنتج بتاعي في الصين وادخله، لكن مع الاضطرابات اللي حصلت في العالم الفترات الاخيره دي بدا يبقى عندنا حاجه اسمها نظام اسمه الفريند شورينج. الفريند شورينج ده اللي هو ايه؟ انا مش هصنع عند اي حد وادخل اسواقي، انا هصنع عند اصدقائي بس. وبالتالي ده عامل اضطراب كبير جدا في سلاسل الامداد، ومخوف الدول الشرقيه ان هي تتمنع تدخل من الاسواق للاسواق الغربيه، وخصوصا بقى مين؟ الصين وروسيا. وهنا مصر جايه تدخل التحالف ده علشان تفتح بابها للمصانع بتاعت الدول الشرقيه علشان تدخلها للاسواق الغربيه، والعكس بالعكس.
تمام تمام ككوبري للتبادل ما بين المعسكرين اللي بيحصلوا دلوقتي، لان علاقاتنا مع المعسكرين كويسه للغايه، ويعني سواء دخلنا البريكس ما دخلناش البريكس علاقاتنا مع الغرب كويسه، هم الشركاء الاساسيين بتوعنا، دخولنا البريكس يخلي علاقاتنا اكثر يعني اكثر تقدما مع المعسكر الشرقي. أكيد خلينا نفضل أكثر تقدما مع كل المعسكرات الشرقية أو الغربية. دكتور محمد شادي الخبير والمحلل الاقتصادي، ونحن نتحدث عن بريكس، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.